خلونا اجري. انت تجري؟ لما اجري بعد تجري. في ايه؟ ماذا حدث؟ ده الصيدلي. الصيدلي الذي احضرته يظهر داء. الم تجد الصيدلي بعد يا لوكاس؟ انني ابحث يا سيد الدكتور. اقف كويس، ما تقف كويس، انتم متصلين ببعض. واذا وجدته هقطع رقبته ان شاء الله. يا لوكاس تقطع رقبه الصيدلي؟ لا، هبعته على طول. يا صيدلي، الدكتور عايزك. يا صيدلي. ليه كان صيدلي؟ اصلي يظهر الصيدلي نزل مشى في الجنينه فتاه. تاه؟ ايوه صيدلي تاه. ايه يا عزيزي يا صندلي، ما الذي اخرك؟ كنت أسحلونس. ايه ده؟ ده بيتكلم لاتيني. زحلونس ايه ده؟ كانت تقول قدام سان جيرون تلاقيك لما نزلت الجنينه تتمشى سرحت في ابحاثك العلميه وتركيباتك الدوائيه فتهت. نعم. هاي جيرون. اسمح لي اقدم لك بكل فخر واعتزاز السيد بوبلين. بوبلين؟ بوبلين؟ اهلا وسهلا، تشرفت. انا جيرونت ابو المريضه. يا سيد جيرونت، بوبلين مش صيدلي اي كلام والسلام. لا، مستر بوبلين، مسيو بوبلين، في منه على الأقل. ما انا جبت لك السادة. سادة يعني سهل. بوبلين خريج كلية فتح عينك تاكل من بنوس. دي كلية مشهورة. أظن العميل بتاعها دكتور بومبو. وعلشان كده يا سيد جيرونت عايزك تشوف الصيدلي زي ما شفتني. لان ده بنتك هتحتاجه قوي. هتحتاج ديولين؟ ايوه يا بوبلين. بوبلين بقول يا دكتور، انا بنتي تعبت قوي بعد ما نمت على سفره وسفره الحوض. عارف، انا كشفت عليها من شويه. وبعدين؟ لا، شيء طبيعي. شيء طبيعي ان حالتها سوء؟ اه. مش فاهم. ايه اللي بيقضي على عيان؟ دواء. كويس. يعني مفيش عمار بين العيا والدواء. طبعا. في صراع لابن. مظبوط. مش كده؟ ايوه. في دواء وفي عيا. كويس. مش كده؟ ايوه. العيا بيبقى الدواء. ايوه. الدواء بيهجم على العيا. كويس. العيا بيتخض. اه. ادي الدواء بيهجم على العيا. ايوه. انا عايز اشرحها لك بطريقه مبسطه لانك انت انا ما مش هتفهم حاجه. بص. نعم. ادي الدواء. أيوة. وادي العيا. الدواء بيهجم على العيا، العيا بيتخض، بيحاول يدافع عن نفوسه. ها؟ مخطوب. بص. مخطوب. هم هاجم. هو في دواء مش في دواء؟ ايوه. هو في دواء وفي عيا. انا فاهم. ادي الدواء وادي العيا. ايوه. الدواء بيهجم على العيا. كويس. العيا يهجم على الدواء. عظيم. الدواء يتراجع. العيا يهجم. الدواء يتراجع. العيا يهجم. الدواء يتراجع. مش في دواء؟ انا عارف. انا فاهم. في دواء وفي عيا. انا فاهم. ده ايه؟ ده الدواء. وده؟ العيا. لا، ده دراعي يا شرومبس. ايوه، انت شفت شويه وقلت معايا ده المكان مخطوط كده. هو براجع. ممكن يبقى عيا، ممكن يبقى دواء. بيهجم تراجع تكتيكي. انا فهمت يا سيدي. قالي دواء وقالي العيا اهو يهجموا على بعض، تراجعوا تكتيكي. انا فاهم اهو. في واحد في سنك يقعد يعمل عايز البنت ما تخلصش يا شرومبس. مش انت اللي قلت لي النظريه دي؟ هو في دواء وفي عيا. صحيح، انا جبتها. ايه ده؟ دواء. وايه ده؟ معايا. لا، ده دراع. اسمه تراجع تكتيك يا جون. يا وده معناه ايه؟ ان هجوم العيا متوقع في اي لحظه، وعلينا ان نستعد لاستقبال المعجزه وان ينتصر الدواء على العيا اخيرا ويشفى المريض باذن الله ان شاء الله. هنيه. ازيك يا حبيبتي؟ هنيه ونهان. يعني ايه؟ يقول لك ابي العزيز انني فخوره وسعيده على انكم اتيتم بهذا الدكتور العظيم زجنرل الذي شفاني وفي طريقه لكي يشفيني، وانني اشكركم يا ابتي لانكم اخترتم هذا الدكتور بالذات، ولكني غضبانه وزعلانه ومقموصه. لماذا هي مقموصه؟ لانك لم تشف الدكتور الشوفان اللي هو.
كل ده كل اللي انت قلته ده فهمني بالحرف الواحد. وقالت الشوفان اللي هو فهمني بالحرف الواحد. حاضر يا حبيبتي، انا عناية الدكتور. ايه تاني؟ هل هي هون كده مش هنخلص بقى. يعني يقول لك عايزه تنزل الجنينه بس حرف واحد. لغه مش قليله قوي. اقول لك عايز تنزل الجنينه والمشي في صالحها يا سيد جيران. ايوه يا دكتور، مش المشي خطر على صحتها دلوقتي والدواء والتراجع والتكتيكي معركه شغاله بينهم؟ معركه ايه يا جيران؟ معركه ايه؟ المشي في صالحها، لان المشي هيحرك الدواء، هيشعلله، هيخلي الدواء يخطف العيا ويروح بعيد. وده اللي احنا نبعد العيا. يا ريت احسن. ها؟ يا ريت يا دكتور. احنا يا ريت الدواء يخطف العيا ويخلصني. ريحنا بقى. يا ريت. مش كده؟ يا ريت. دي امنيه حياتي. يبقى لازم تنزل تتمشى في الجنينه. خلاص، ما دام ده لصالح فلوسي تنزل. خلاص هنادي على جاكلين تنزل معاه. استنى تعالى هنا. جاكلين ايه؟ عشان تاخد بالها من لوسي. وده واقف منظره يعني ولا ايه؟ بوبلين؟ ايوه سندرونس بوبلين. طبعا هو اللي لازم يتمشى معاها. يا سلام. ايوه شغلته دي؟ ايوه شغلته. شغلته انه ينزل الجنينه مع بنتي؟ اولا ما اسمهاش جنينه، اسمها جنينه. ارجوك. ايوه ثانيا بنتك بالنسبه له مش بنت. ايه ولد؟ لا بالنسبه له عيانه مريضه. يلا يا حضرة الصيدلي، عايزك تكشف عليها، تقيس نبضها وضغطها وتشوف قلبها وتديني تقرير حالا. ها شوف يا سيد جيران.